قد يظن المرء للوهلة الأولى أن تلك المعروضات حقيقية أو على الأقل صنعت من البلاستيك أو الجبس أو أي مادة أخرى، ولكن أن تكون صنعت من الحجر الأصم وبيد عامل ميناء فتلك قصة أخرى. وهنا نسجت خيوط القصة لما يزيد على 30 عاما. العامل البسيط عوض راكس ينحت في الصخر داخل صومعته ذات المنفذ الوحيد دون أنيس سوى مستلزماته ومنحوتاته وصوت أدواته وهي تهذب الحجر. منحوتات راكس وإنتاجه المتنوع الآخر جعل من منزله متحفا يسمح بالاطلاع على محتوياته لأهل الثقة فقط، ومنهم قريبته هذه التي ساعدت في توضيح بعض مفرداته. أيوة يعني هو كان يتمنى أن معروضاته هذه توصل للعالم الخارجي، لكن للأسف ما فيش تشجيع حتى ولو حتى مبلغ أو شهادة تقديرية بصعوبة تحصل عليها. يعني صراحة هم يشيلوا معنا خارج، يشيلوا خلاص مخصصين ومعرفينهم من واسطة، يعني يمشوا بيقول لك إن أنا ما عنديش واسطة، كل شيء أنا عندنا بالوساطة. شقيق راكس قتله مسلحون مع بداية الثورة بدعوى عمله مع جهاز أمن نظام القذافي، لكن ذلك لم يفت في عضد الرجل الذي بات يعول عائلته وعائلة شقيقه ووالديه، وإن كان الحزن لم يفارقهم بعد. لأن ديما قاعد معنا في الحوش أغلبيت، يعني حتى لما نبوقه ديما قاعد في الدكة، أنت شفته من المقر بتاعه يعني، أو قبلها كان يشتغل في الدار هذه. بعدين الحمد لله في أي وقت هو ما عندش يعني لا ماشي ولا جاي من الشغل للحوش الحمد لله. اصطحبنا راكس إلى حيث يعمل منذ 33 عاما، حيث بقيت تداعيات الثورة على نظام القذافي شاهدة على فترة فاصلة في تاريخ ليبيا كان لها أثر كبير في إنتاجه خلال الأيام التالية للثورة. وتلك هي المرة الأولى التي يعرض راكس إنتاجه خارج منزله منذ زمن بعيد، فالرجل يقول إنه سعيد بهوايته هذه وراض بحاله، وإنه لا ينتظر جزاء أو شكورا. عبد البصير حسن، الجزيرة، درنة، شرق ليبيا.